بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم معي حصة جديدة من كوكليكو. نقول بسم الله، لا تنسونا من الإعجاب ومشاهدات تامة. إذا كوش سو كي دي فغي، إذا سوف نضع علامة على الجمل الصحيحة. دون ان ديكسيونير لي فيرب دوني ا لانفينيتيف فغي. إذا في قاموس الأفعال كلها في تعطى في المصدر، في مصدرها غير مصرفة. صحيح، il y a cinq groupes de verbes، هناك خمس مجموعات من الأفعال. خطأ، لن نضع عليه علامة. Les verbes du premier groupe se terminent par IR، non c'est faux. Le verbe peut être conjugué ou à l'infinitif، oui c'est vrai. الفعل يكون مصرفا أو لا، نعم. وهذه طريقة الأفعال في المجموعة الأولى تنتهي بإر، إذا خطأ. En classe, un verbe qui se termine par re à l'infinitif dans le troisième groupe, oui. إذا الفعل الذي ينتهي بإر أ نضعه في المجموعة الثالثة، نعم صحيح. إذا dans chaque liste, entoure le verbe à l'infinitif، نضع في كل قائمة، نضع نحيط على الفعل الذي هو غير مصرف. اذا جوي جوي جو جوي جوي. اذا لدينا الفيرب جوي، فينيغ فيني فينيغ فينيغ فينيسي، اشتون اشتا اشتي اشيتون، اذا اشتي على انفينيتيف. ريكوبي لو طابلو رونج لي فيرب دون لا كولون كي كونفيان اكسبليك اورالمون كومون تي افي. اذا نقوم بوضع هذه الافعال في هذه الأماكن المخصصة لها، أفعال المجموعة الأولى والمجموعة الثانية والمجموعة الثالثة. إذا نبدأ voir، سوف أكتب أنا الأرقام 1 2 3 وتضعون، لأن المكان لا يسعني. إذا المجموعة الثالثة مانجي، المجموعة الأولى partir 3 réfléchir 2 écarter 1 lire 3 gémir 2 dire 3 dessiner 1 applaudir 2 aller 3 aboyer 1 apporter 1 2 3 3 1 3 3 2 1 3 1. إذن لأن الإنجاز للتمارين بهذه الطريقة. إذن أنتم تكتبونها، كل رقم تضعونه في خانته، فعل عليها 1 نضعها هنا كلها، والاثنان هنا والثلاثة هنا، إذا كلها، لأن ذلك لا يسعني حتى أكتب كل هذه. إذا بار لانتغيو دو شاك ليست إي جوستيفي طون شوا، إذا نستخرج الدخيل، لانتغيو بالدخيل، كلمة دخيلة على هذا السطر وعلى بي وعلى سي. إذا فيني جيمي جوازي بارتي روجيغ، إذا لدينا فيها بارتيغ، لأن هذه كلها أفعال المجموعة الثانية، وهذا هو الدخيل. Nous préparons, nous apportons, nous rougissons. Idem, هذا هو الدخيل. هذه كلها المجموعة رقم واحد، الجروب 1. وهذا هو الدخيل في 2. Aider, aller, céder, écouter, كارتي. هذه كلها مجموعة رقم، مجموعة البريمير جروب. هذه المجموعة التالية. saluer, apporter, préparer. إذا المجموعة الأولى، وهذه أيضا المجموعة الأولى، إلا هذا في المجموعة الثالثة. allez souligne les verbes conjugués complète le tableau ci-dessous. en effet le fil en effet le fil de soie très fin donne une matière raffinée et légère qui tient chaud en hiver et protège de la chaleur en été. il y a très longtemps les marchands arabes parcouraient la route de soie إذا خيوط الحرير هي دقيقة جدا، وتعطي مادة شفافة وخفيفة التي تحمي من كيتيان شو اونيفير، التي تحمي من البرد في الشتاء وتحمي من الحرارة في الصيف. منذ القدم التجار العرب باركوري لا روت دو سوا، يعني يذهبون ويجيئون في طريق الحرير. إذا سوف أخذ الأفعال. On effet le fil de soie donne son infinitif donner le groupe premier groupe donne matière affinée qui tient tenir
Troisième groupe. Tiens, je suis en hiver. Protège. Protège. C'est le verbe protéger du premier groupe. Protège de la chaleur en été. Il y a il. A. Il y a Salah Tanaksubore. Avoir. 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 إذن فين هي الممحات؟ إذن avoir كتبت avoir avoir du troisième groupe يعني إن وصلنا إلى très longtemps les marchands arabes parcouraient parcourir par courir et troisième groupe إذن أتمنى أن تكون هذه تمارين مفيدة لكم ونمر إلى السادس écrire sous chaque dessin verbe à l'infinitif qui décrit l'action faite par le personnage إذن كل شخص هنا يقوم بفعل معين هادو هما لي فيرب داكسيون لي فيرب داكسيون ها هما هادشي لي فيرب ديتا هي للحال سوف نرى ذلك بإذن الله بواغ اكتب فعل على غير تصرف هاي غير مصرف بواغ ابلوديغ ليغ ساليوي على هذا يعني النقاط يعني لا تصف ذلك ليغ saluer, courir. Actua cela. Idem. Tuma, نتجاوز إلى صفحتي الموالية الصفحة رقم 25 إذن avec ton crayon à papier marque les liaisons dans les groupes de dans ces groupes de mots souligne les quand tu entends le son Z les amis إذن سوف نقوم بالليزون ils ont réussi un petit enfant des oiseaux blessés Karine est encouragée deux éléphants Je suis arrivée. Elle a ramassé quelques animaux. إذن هذه قد وضعنا لي ليزون وسوف أضع خطا تحت التي تنطق زد إذن أو أضع علامة هذه ils ont réussi هذه أيضا petit enfant des oiseaux car ils ont encouragé deux éléphants je suis arrivée ramasser quelques animaux. إذن التي وضعنا عليها علامات هي التي تنطق زاد وقد تلاحظون أشرح القاعدة باختصار S entre deux voyelles se lit Z S entre deux voyelles se lit Z إذا كانت لدي voyelle A O U I E Y أضع وبعدها أيضا حرف من هذه الحروف الستة فإن وجاءت الأس بينهما فإنها تقرأ Z إذن entoure la lettre qui fait le son Z. Présenter, oui. Zigzaguer. هذه Z يعني ماشي لو سون راه مقروءة. هل إذن سوف نعتمدها زيكزاغي. Deuxième. Marchandise. Artisanat. Sixième. Désert, oiseau, choisir, plusieurs, noisette, zèbre, douze, spécialisé, chose, zone, maison, poser. إذن أنا أحطهم يعني الحرف S, Z, Z, X, Z, S, S يعني الحرف
Complète avec les graphies du son Z qui convient. Ma voisine, S, fait ses provisions, S, au magasin, S, numéro 13, Z. J'ai placé mes valises, S, dans le 10e X, casier, S. À 11 heures, la jeune Zéo commence à puis Zélo du puits. S. Ce désert s'étend jusqu'à l'horizon. Après une longue marche, la caravane de chameaux se repose. S. Dans l'oasis. S. Eden. Écris le mot qui correspond à la définition et qui contient le son Z. La pièce où l'on prépare les repas, la cuisine. 7 plus 4 font, idem, 7 plus 4 font 11. Les militaires vivent dans une caserne. Idem, entre le 9e et le 11e étage, dans une caserne, caserne, idem. Caserne. Entre le 9e et le 11e étage, il y a le 10e. Il fabrique les meubles, c'est le menuisier. Idem. Va l'intrus dans chaque liste de mots, justifie ta réponse. La ruse, la chaise, la liaison, la course. Fraise, la médise. Et idem, هذه جاءت ليس قبلها voyelle, بل قبلها consonne. Idem, كل هذه S بين deux voyelles, il هذه جاءت بين voyelle ou consonne. فتقرأ S. Une pizza, un zoo, un zèbre, 14, un vase, 0, gazelle. كل تكتب فيها Z, il هذه بها S. La justification. 36e, 2e, 10e, 15e, 6e. Kulluha biha x, 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 il hadi biha z, c, l'intrus. Fais une liste de 4 mots qui. Sa'atawqaf. Ndakirat l'hatif, rubbama takounu idan. Fais une liste de 4 mots qui s'écrivent avec la lettre S pour faire le son Z et une autre de 4 mots qui s'écrivent avec la lettre Z. إذن أقول لا مثلا لا غيز لا شيز اون فريز او بيان دي فريز اون ميديوز. يعني لا سأسرع حتى إذن هذه اللائحة الأولى واللائحة الثانية إن بيتزا وبيان إذن إن بيتزا أنزو لو زيبر بي وليست دي إذن زيرو هذه أربعة وهذه أربعة إذن بار لو مو كي نو كونفيان با دون سي فراز ريكوبي لي فراز سو طون كايي دي سي افيك لو مو كي كونفيان لو شا جو سو لا تابل باس نزيلو هذه مون بروفيسور دو ميوزيك اي ريس سو برودوي اي دونجورو اي كونتيان دو بوازون. Mon cousin, Lisa, mon cousin, m'a écrit une longue lettre aux îles. Elle prend des fruits au dessert. Et d'un, avant de me faire un peu de temps,
إذن لا تنسونا من ضغط الإعجاب وشكرا على المشاهدة التامة.